إذن يوم الثلاثاء استقرار تام للوضعية الجوية، الأجواء مشمسة تماما بكل المناطق الشمالية والجنوبية عدا تشكل بعض السحب الرعدية مرفوقة بأمطار فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 41 درجة بشمال الوطن، 40 درجة بشمال الصحراء، و 46 درجة بأقصى الجنوب. يوم الأربعاء بحول الله الأجواء دائما تبقى مستقرة، لكن نشاط رعدي سيميز إذن المناطق الداخلية الغربية دائما مرفوق بأمطار رعدية بأقصى الجنوب الجزائري. أما عن درجات الحرارة القصوى ستبقى في استقرار بالشمال والجنوب. يوم الخميس بحول الله النشاط الرعدي سيكون إذن أكثر فعالية وأكثر نشاط مرفوق بأمطار معتبرة بأقصى الجنوب الجزائري مع خلايا رعدية دائما منعزلة بالمرتفعات الداخلية الغربية. سماء صافية تماما بالمدن الساحلية، المرتفعات الداخلية الوسطى الشرقية شمال الصحراء بالصحراء الوسطى. درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 41 درجة بشمال الوطن، 40 درجة بشمال الصحراء، و 46 بأقصى الجنوب الجزائري.